كي نطيشوا في تركينا نحبوا تغطية اجتماعية، نحبوا حاجة تستعرف بينا البلاد، نحبوا نتكلموا على روحنا، نحبوا حاجة فتنا الخمسين وما عدناش حتى مش نمشي نخدموا عنده ما عادش يقبلنا. نمشي في الكاميون الصباح ونيري هجال رجلي ميت وصغاري يقراو، هو كي مش يعطيك جوري ما تنجمش تصب على روحك، راه مستحيل مش تقري بيه مش تاكل بيه ما تلقى حتى شيء. 15000 نخدموا خمسه للكاميون و15 تروح بيه. نمشيو مثلا للكنام ولا نمشيو حاجه نحبوا حاجه للتراث نتاعنا يقول لك ما عندي ما نعمل لك، صبيت على روحك، واحنا في وقت الصبان اللي يعطيهولنا هو ما يتصبش. 40 50 رقبه اللي تكسر يمشي يتقعد في داره وما يرحد حد، واخذ صوابعي في حاله من الثانيه من الماء البارد نطلعوا من قبل الخمسة ويتشرط عليك، هز الصندوق على ظهرك، هز الشكار على ظهرك، ما نلقاش كارني نحبس نموت. عندي الحجر في الكلاوي مريضة بكلاوية، تعملونا حل يرحم والديكم، هذاك الطالبين هذاك الطالبين هذاك الطالبة هذا الطالبة. احنا النساء الفلاحات نخدموا ونحبوا حاجه تضمن لنا في الاخر، معناها كي نطيشوا في تركينا نحبوا تغطيه اجتماعيه، نحبوا حاجه تستعرف بينا البلاد، مش خدمنا حتى مسالنا مشات واحنا وعينينا مشات وعمرنا كامل واحنا نتخادموا في الاخر نجيو في تركينا، معناها ما يجيش، يلزم حاجه تضمن لنا حقوقنا. جايتنا احنا نحبوا نتكلموا على روحنا، نحبوا حاجه فتنا الخمسين وما عدناش حتى مش نمشي نخدموا عنده ما عادش بنا. يلزم الحاكم تو يرى لنا حل، يا اما كي نمشيو ونشكيو على معناها تغطيه اجتماعيه يعطينا حقوقنا، يعطينا حقنا، يقبلنا من اللي نقولوا له حنا نساء فلاحات. معناها هو كي مش يعطيك جوري ما تنجمش تصب على روحك، راه مستحيل مش تقري بيه مش تاكل بيه ما تلقى حتى شيء. حنا جينا اليوم نحبوا حاجه تضمن لنا حقنا في التغطية الاجتماعية في التريت، لأن لا عندنا فيشات تثبت ولا عندنا إنسان يصب علينا باش نمشي ونقولوا له نهار عند هذا ونهار عند هذا ونهار عند هذا. كي كبرنا وفات بينا العمر فقنا ما جيناش حق، تجي تقول له كيف تغطية اجتماعية ونحب تريت ولا حاجة تضمن لي حقي، يقول لك خدمت عندي ولكن ما عندي ما نعمل لك. كي نمشيو مثلا للكنام ولا نمشيو حاجة نحبوا حاجة للتريت نتاعنا يقول لك ما عندي ما نعمل لك، صبيت على روحك، واحنا في وقت الصبان اللي يعطيهولنا هو ما يتصبش، ما تنجمش تصرف بيه وتقري بيه وتصب بيه. ولذا ناي جايتنا اليوم وكلامنا اليوم نحبه للنكته ذي، المراه كي تطيش على الاقل الحاكم هو اللي يتقبى بيها. احنا صغار ما جيناش وما طلبناش وما تكلمناش، شمرنا وخدمنا وخرجنا خيرنا للبلاد، تو على الاقل يستعرفوا بينا، يعطيونا تريت، يعطيونا كرني. نخدم في الثانيه. قداش عندك من سنين تخدم حاجه؟ خمس سنين نخدم ولا ست سنين نخدم. نمشي في الكاميون الصباح ونيري هجال رجلي ميت وصغاري يقراو، ما لقيتش 20000 ما يعملوا شيء، يزيدوا نحلموا الكاميون 5000 اش مش نعمل ناي، وما خلاليش خلالي شويه شهريه 150000 شنو ولا مش نعمل اش مش نعملوا من صغاري. نخدم نمشي في الكاميون 40 50 رقبه اللي تكسر يمشي يتقعد في داره ما يرى حد، الا يمرض ما يرى حد، واخذ صوابعي في حاله من الثانيه من الماء البارد نطلعوا من قبل الخمسه للسته ويتشرط عليك، هز الصندوق على ظهرك، هز الشكار على ظهرك، على 15 دينار ها؟ على 15000 نخدموا خمسه للكاميون و15 تروح بهم، اندرا تعطوهم اندرا ادوات اندرا توكلهم اندرا ما اندرا ذو، يا هجاله راجلي ميت ما عندي شكون قايم بيا، شنو نعمل؟ لا عندي كرني لا عندي حتى شيء، ما عندي ما نعمل. كي تمرض مادام شنو تعمل كي انت ما عندكش كرني؟ شنو نعمل؟ ما نلقاش كرني نحبس نموت. عندي الحجر في الكلاوي ومريضه بكلاويه، هاك تشوف ايديا في حاله، ما عندي ما نعمل. يا تعطيوني كرني ولا تعطيوني منحه ولا تزيدونا في جورني ولا تعملونا حل يرحم والديكم، هذاك الطالبين هذاك الطالبين هذاك الطالبه هذا الطالبه عيش بنتي.